أكد الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية مؤسس برنامج مكافحة العنف والإدمان معا في مملكة البحرين أن البرنامج يعد أحد رموز وعلامات النهج الحضاري والإنساني الذي يقوده جلالة الملك المفدى وبمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم، أكد السفير خلال مشاركته في اجتماع مجلس الإدارة الفصلي للمنظمة الدولية لمكافحة العنف والإدمان، أكد أن برنامج معا استطاع خلال سنوات قليلة أن يحرز نقلة نوعية في مسيرة المملكة ودورها الريادي في مكافحة التطرف والتعايش السلمي، مستعرضا خطط التطوير وإجراءات التحديث في البرنامج منذ أن أطلقه وزير الداخلية عام 2010، تعزيزا لنهج التوعية والتثقيف كسبيل عصري لمكافحة العنف والإدمان، وتأكيدا لدور شرطة خدمة المجتمع في الحماية والشراكة المجتمعية البناءة. هذا وقد أعرب السفير عن اعتزاز ما حققه البرنامج من إنجازات على مدار 11 عاما في تعزيز البيئة الأمنية السليمة، ومشيرا إلى أن آليات التطوير المتبعة في برنامج مكافحة العنف والإدمان لا تتوقف عند مرحلة محددة، وإنما تمضي للأمام وفق المتغيرات والتحديات المطروحة.